السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. إن شاء الله النهاردة هديكوا فكرة عن فن الديكوباج بس مع تقنية اسمها شابي شيك. دي عبارة عن حاجة يعني معنى الكلمة إن تبين لك إن الحاجة قديمة أو عتيقة، بتدي شكل ظريف أو مختلف للعمل. فأنا هعملها على قطعة الخشب دي. القطعة الخشب دي بالشكل اللي هو حرف اليو مثلا، يعني ممكن تتعمل بأي شكل من الأشكال. أنا هعملها على الشكل كده وهعملها علقة مفاتيح. فالشابي شيك دوت احنا بنستخدمه في مع الديكوباج بان احنا بندهن السطح اللي انا هشتغل عليه لونين فوق بعض. اللون اللي تحت يكون مثلا انا استخدمت اللون البني اهي كده، دهنت القطعة باللون البني. ممكن لون موف، ممكن لون احمر مثلا، اي لون مناسب حسب الرغبة. انا استخدمت اللون البني وهدهن فوقيه لون فاتح. الموضوع ده ممكن نستخدم إضافة أجزاء في اللون بالشمع، بحيث إن احنا بعد كده هنيجي نصنفر على الشمع ده، فمش هيثبت اللون الطبقة التانية على الطبقة الأولانية. أنا مش هستخدم شمع، أنا هستخدم صنفرة على طول. ممكن الصنفرة بالسلك، السلك اللي احنا بنستخدمه في المطبخ، سلك الألمونيا، او بالصنفرة. عندي الصنفرة اهي استخدمتها، فهوريكم معايا. هصنفر بالصنفرة وهصنفر بالسلك، بس لازم يكون اللون الطبقة التانية نشفت خالص علشان تديني نتيجة كويسة، لان طبعا لو ما نشفتش مش هتصنفر معايا حاجة. وطبعا انا هعمل اللون الفاتح الطبقة اللي هي الفاتحة دي. هو انا حطيت ابيض مع سنة كده بني، انا مش عايزة ابيض ناصع، عايزة اللون يكون فيه سنة اي درجة يعني، بس انا استخدمت البني. في نفس الوقت عاملاه فاتح ليه؟ عشان لما ألزق عليه ورق المناديل يبان. فطبعا انا بعد ما هدهن خالص واسيبه ينشف نبتدي نصنفر. هو بيكون كأني بالظبط الشغل عندي، مثلا لو عندي كرسي قديم بيكون من غير صنفرة ومن غير اي حاجة، هو اتقشر اللون الطبقة اللي هي الطبقة السطحية بتاعة العمل. فلو عندنا كراسي قديمة، الكراسي دي بتبين لي قد ايه الشغل ده يعني عتيق، يعني كأن الكرسي قديم قوي، او الترابيزة، او اي حاجة عندنا من الموبيليا اللي في البيت بتكون عتيقة قوي فبتبقى مقشرة. التقشير ده هو الشابي شيك. فطبعا الناس تقول ايه ده حاجة كده قديمة. لا، ده هو اصلا فن من فنون الجميلة اللي موجودة، تقنية يعني نستخدمها مع فن الديكوباج، او ممكن تلوين بالستنسل فوقها، او اي عمل، اي حاجة بعد الخربشة حسب الرغبة اللي احنا عايزينها نستخدمها. فانا خلصت كده، هسيبها خالص تنشف، وبعد ما تنشف لينا لقاء. ممكن احط طبقة تانية عشان حتى لما اجي اصنفر، بس بعد ما تنشف، لاني طبعا انا كده بدهن بيبان لي حركة الفرشة مبينة لي اللون الاسفل اللي هو البني.
دي النتيجة اللي هتكون معايا بعد ما صنفر. هي اوريدي جاية لي من غير صنفرة، بس انا هصنفر برضو. يبقى احنا كده هنسيبه ينشف خالص، وبعد ما ينشف اهدي طبقة تانية، وبعدين نصنفر مع بعض مرة بالسلك ومرة بالصنفرة، ونشوف نتيجة النتيجة بتاعت الصنفرة بالسلك والنتيجة بتاعت الصنفرة بالورقة الخربشة بتاعت الورقة. كده بعد الدهان الأبيض ما نشف هبتدي أصنفر. عندي الصنفرة اهي، هي فيها خشنة شوية يعني مش لازم ناعمة قوي، يعني المتوفرة دوت برضو طلع ولكن ما جرحش. المهم بعد ما نخلص وده ينشف خالص ابتدي اصنفر على الجناب، بحيث ان انا من غير ترتيب طبعا، بحيث ان انا اعمل حركات عشوائية او صنفرة عشوائية بشكل كده على العمل كله لحد ما يتصنفر وينزل اللون ويبين لي اللون البني اللي تحت زي ما هو باين كده. طبعا على الحروف اكتر من الوسط. بالشكل ده. خلصت صنفرة وممكن ازود، بس انا مش عايزة ازود المنظر ده على الحروف بتاع الخشب، وجرحت شوية كده هنا هنا بالشكل ده. هبتدي اعمل ازين بقى الجزئية بتاعتي، لان الشعبي شيك هو عبارة عن يبين لك الحاجة قديمة ولكن بشكل شيك، مش قديمة وخلاص، لا قديمة بشكل شيك. فأنا مجهزة ورق مناديل هلزق، هعمل هنا مثلا دي كده، هلزق دي كده، لسه هنسق بالشكل اللي احس ان هو مناسب ليا. المهم هنسق والزق عادي بنفس طريقة الديكوباج العادي اللي انا بلزق بيها، يعني هعمل الشكل ده كده تقريبا. وطبعا لازم قبل ما نلزق نتأكد ان الورق معايا الورقة المطبوعة بس، والابيض بتاعه اتشال. بالطريقة العادية خالص بتاعتنا.
بالشكل ده، الشكل التقليدي جدا العادي خالص بتاعنا اللي احنا اتعلمناه قبل كده مع بعض. ولو حابين نزود الصنفرة طبعا عادي جدا، لان كل ما بتزيد بتدي شكل حلو. انا حابة كده مثلا شكل كده، ممكن هستعمل اتنين بس كده. طبعا بعد ما ينشف خالص بياخد طبقة حماية. كده خلاص. ممكن اضيف رسم بالستنسل مع الديكوباج برضو هيدي شكل حلو. ممكن ازود الصنفرة بس لما ينشف الشغل ده عندي هنا ستنسل، ممكن اضيف رسمة بسيطة. بالشكل ده بالمدى زي ما قلت لكم قبل كده السنسل بيجي من المكتبات، او ممكن كمان نجيب الفرع نفسه السنسل اللي هو البلاستيك الابيض الشفاف ونرسم عليه وبالكتر الرفيع نشتغل نقص الرسمة اللي احنا عملناها. ولكن في جاهز طبعا دي في الحالة دي لو الرسمة اللي احنا محتاجينها او عايزينها مش متوفرة في السوق، ممكن نجيب السنسل العادي اللي هو البلاستيك كده ونرسم رسمة بايدينا ونشكلها. ممكن اضيف هنا رسمة الوردة بس
كده تقريبا ممكن اقول ان العمل بتاعي خلص. يعني هضيف هنا كده عايزة بس الوردتين دول. كده خلاص ينشف وبعدين اوريكم هعمل ايه بعد كده. هحاول ان انا طبعا في عندي ال انا عامله هنا طبعا ايديا جي عليها الوان وصنفره. عندي سلك النحاس بتاعي عملت علقه وجيت على الحروف بتاعتها برمت كده هحطها هنا هحطها هنا هلزقها بالشمع وبعدين اضيف عليها مسمار عشان يثبتها وتبقى دي العلقة بتاعتي اللي هعلق بيها علقة المفاتيح دي. انا عاملاها علقة مفاتيح وعندي الوحدات دي علقات هضيفها هنا بالعدد اللي انا عايزاه اخرمها واحطها. بس لما ينشف معايا ألزق بالشام كده خلاص. باقي بس العلقات دي محتاجة اظبط المسافات واخرم لها اماكن واضيفها ويبقى انا كده خلصت. هخلص وبعدين نشوفها مع بعض لما ينشف الشغل اللي انا عاملاه. كده الشكل النهائي للعمل علقت العلقات ممكن علقات مفاتيح ممكن علقات اكسسوار ممكن في المطبخ لعلقات المعالق يعني تنفع لكذا حاجة. اهي ده الشكل النهائي بتاعها ودي السلك اللي هيتعلق بيه لزقته كده بالشام وهحط له مسمارين عشان برضو يبقى ماسك فيه كويس. ده الشكل النهائي للعمل. اتمنى يعجبكم تقنيه الشابي شيك ويا رب ينول استحسانكم الفكرة نفسها او العمل نفسه. والى اللقاء في عمل جديد ان شاء الله.
وانتظروني قريبا بإذن الله في مجموعة من الأعمال يا رب تعجبكم. إلى اللقاء.